بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم حمد الشاكرين، ونؤمن بك إيمان الماكنين، ونشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في رحاب مسجد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن الأكرمين الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وأمه وأخيه وإخوته. نرحب بكم في هذه الندوة الطيبة المباركة التي تقيمها وزارة الأوقاف، والتي من خلالها تستعيد رسالة المسجد السامية، تلكم الرسالة التي قصر في حقها في سنوات مضت، ولكن وزارة الأوقاف في هذا الوقت وبرعاية وولاية صاحب الفضيلة والمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة تشهد نشاطا مكثفا على مستويات مختلفة عدة، نشاطا ثقافيا وتنويريا وتثقيفيا وتعليميا، نشاطا يخدم الدعوة الوسطية التي أرادها الحق تبارك وتعالى لديننا الإسلامي الحنيف. وهذه الندوة أيها الجمع الكريم تختار موضوعا في غاية الأهمية. هذا الموضوع يرتبط ارتباطا وثيقا بحياتنا، وسوف يتحدث فيه مجموعة من علمائنا الأفاضل الأكارم الذين نعتز بهم ونشرف دائما، وهم علماء شباب اختارتهم وزارة الأوقاف لأن يكونوا من شبابها الذين يقومون بالعمل الدعوي خير قيام. أشرف الآن بمعية صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وأشرف أيضا على المنصة الكريمة بعالم من علمائنا الشباب أيضا ومن المتفوقين الذين تم اختيارهم لأن يكونوا من أئمة مسجد آل البيت، فضيلة الشيخ أيمن منصور إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه. كما نشرف في هذا اللقاء المبارك بمعية صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور سعيد حامد مدير إدارة الدعوة بوزارة في مديرية القاهرة أيضا. أيها الجمع الكريم، وحقيقة ما نشهده الآن من تطوير لمساجد آل البيت هذا أمر تهتم به اهتماما كبيرا القيادة السياسية ممثلة في قائدنا ورئيسنا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما كبيرا بتطوير مساجد آل البيت في مدينة القاهرة العامرة. وهذا التطوير الذي نشهده الآن في هذا المكان المبارك مسجد مولانا الإمام الحسين لدليل كبير على هذا الاهتمام الكبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد ولما فيه خير الدعوة الإسلامية. موضوعنا البيئة، والبيئة في حقيقة الأمر أمر يرتبط ارتباطا وثيقا بحياة الإنسان،
وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على أن الإسلام دين الحضارة والرقي والتقدم، وقد سبق في هذا المضمار كل الحضارات الحديثة حينما خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان، سخر له كل ما في الكون من مخلوقات من شموس وأقمار وكواكب ونجوم، سخر له البحار والأنهار، سخر له الجبال والزروع، كلها في خدمة الإنسان. وما على الإنسان إلا أن يستغل هذا العطاء الرباني استغلالا حسنا. ولكن للأسف الشديد ظهر في الآونة الأخيرة ما أساء به الإنسان إلى بيئته، وهذا يؤثر عليه وعلى صحته. والإسلام دائما يدعونا إلى درء المفاسد وإلى تحقيق مقاصد الشريعة في الحفاظ على النفس والدين والعقل والمال، وفي الحفاظ على هذه البيئة حتى نحيا حياة طيبة نضمن من خلالها سعادة الدنيا والآخرة. خير ما نستعد به لقاءنا معكم أيها الجمع الكريم آيات مباركات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ ماهر عبد النبي فرماوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو وجعل النهار نشورا بسم الله
ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا Oh.
كانت هذه أيها الإخوة المؤمنون تلاوة قرآنية عطرة تلاها علينا القارئ الشيخ ماهر عبد النبي فرماوي في مستهل هذا اللقاء الإيماني والتفقيفي والتنويري الذي نقدمه لحضراتكم من ساحة مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما. وكما استمعتم إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تذكرنا بنعم الله وآلائه، وبدايتها كانت عن الظل ونهايتها كانت عن البحار، وهذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وما تمتلئ به هذه البحار من خيرات وجب على الإنسان أن يحافظ عليها كمقصد من مقاصد الشريعة من خلال الحفاظ عليها بعدم إلقاء القاذورات فيها حتى لا تموت الأحياء بداخلها. الظل يجب عليك أن تحافظ عليه كحفاظ على الطريق، وحق الطريق كبير في الإسلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم حينما يشير في حديثه الشريف ويقول الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون، في رواية أخرى الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهنا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أو الحفاظ على البيئة جزءا من عقيدتنا، عقيدة الإسلام. ويجب علينا أن لا نلقي القاذورات في الطرقات ولا بالقمامة ولا في خلافه من هذه الأمور.
ونحن ولله الحمد نشهد نهضة كبيرة فيما يتعلق بشبكة الطرق والمواصلات، وجب علينا أن نحافظ عليها وأن نحافظ عليها حتى لا نلقي من خلال سياراتنا أو سيرنا عليها بنفايات أو بقادرات وغير ذلك. هذا أمر وجب علينا أن نحافظ عليه محافظة كبيرة. مزيد حول هذا الأمر وكيفية الحفاظ على بيئتنا وكيفية الحفاظ على ما أعطانا الله إياه في هذا الكون، نستمع إلى هذا الحديث المبارك من صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الأكارم الأفاضل، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. يقول حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. ونحن بفضل الله وكرمه نتقلب في نفحات الزمان والمكان. أما عن نفحات الزمان فنحن في أشهر عظيمة، نحن في أيام عظيمة وليال كريمة عند الحق سبحانه وتعالى، ومقبلون أيضا على أيام وعام هجري جديد. وأما عن نفحة المكان فحدث ولا حرج، فنحن في ضيافة الرحمن في بيت من بيوت الله، ونحن في ساحة وفي معية مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه ورضي عنا به، مع نفحات آل البيت الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، نتقلب في الزمان والمكان. أيها الأحبة الكرام، خلقنا الله عز وجل عن محبة، وهذه المحبة كان منها الإكرام والتحية. فبداية يقول مولانا سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم. كرم الله عز وجل الإنسان وجعله خليفة في الأرض، واستعمره بالبناء والتعمير والإصلاح، وأرسل له النبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم، معه رسالة عظيمة عنوان هذه الرسالة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أرسله مولانا رحمة لجميع العوالم التي خلقها الله عز وجل، ما نعلم وما لا نعلم. لذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم تعليما لأمته، غرسا للقيم والمبادئ والأخلاق. يقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يبين لنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شعب الإيمان: إماطة الأذى عن الطريق حسيا ومعنويا. جمال وكمال الإسلام يظهر عندما نتحدث عن الحفاظ على البيئة، فنرى الكليات الست، مقاصد الإسلام الست التي جاءت الشريعة لتحافظ عليها: الحفاظ على الدين،
تنفيذ أوامر الدين، تنفيذ تعليم الله سبحانه وتعالى، إقامة شرع الله سبحانه وتعالى في الأرض، لأنه ليس المقصود فقط العبادة. الإسلام ليس طقوس، وإنما لا بد من تهذيب الأخلاق والمعاملات. الإنسان يهذب نفسه ويتعامل بخلق طيب مع الآخرين، مع الكائنات، مع ما سخر الله عز وجل لهم ما في الأرض والسماء. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماء والأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. سخر لنا الحق سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض خدمة لهذا الإنسان، فعلى الإنسان أن يراعي هذه النعم وأن يشكر الحق سبحانه وتعالى. لذلك يقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملة الطيبة وفي الحفاظ على البيئة: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا بد؟ فقال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا الجلوس فاعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: غض البصر ورد السلام وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك يحدثنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يتقلب ويتنعم في جنة عرضها السماوات والأرض. يا ترى هذا الرجل الذي يتقلب في نعيم الله عز وجل في جنة عرضها السماوات والأرض، كم صلى لله ركعة؟ كم قرأ في كتاب الله؟ كم أنفق على الفقراء والمساكين؟ كم صام من الأيام والشهور؟ كم حج إلى بيت الله؟ وإنما يبين لنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل الذي يتنعم في الجنة في شيء قد يراه الإنسان بسيط قليل، لكنه عند الله عز وجل عظيم. في شجرة كانت في طريق الناس، أي شيء يؤذي الناس في الطرقات، في الأماكن، أو في أي مكان، فنحاها عن الطريق، رفع الإذاية من طريق الناس. هذا الرجل يتقلب ويتنعم في الجنة لأنه فقط رفع الأذى عن طريق الناس. فالحفاظ على أماكننا التي نعيش فيها، الحفاظ على بيوت الله عز وجل، الحفاظ على المدارس وعلى الجامعات وعلى المستشفيات، الحفاظ على الطرق التي يسير فيها الناس، الالتزام بإشارات المرور والتعليمات، كل هذه الأمور هي عند الله عز وجل عظيمة. إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن امرأة مسكينة فقيرة، هذه المرأة كانت لها وظيفة وكانت لها مهنة قد يراها البعض أنها بسيطة أو وضيعة، لكنها هي عند الله عز وجل كبيرة وجليلة. هذه المرأة كانت تنظف المسجد، تنظف أماكن العبادة، تنظف أماكن الصلاة. كانت امرأة تقوم المسجد على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حضرة النبي يعلم مكانها وكان ينظر إليها، فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بأن هذه المرأة قد ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا آذنتموني حتى يصلي عليها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: يا رسول الله، قد ماتت وقت الظهيرة وكرهنا أن نوقظك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليها في قبرها،
إكراما من الله عز وجل وإكراما من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الروايات تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأراها في مسجدها الآن في الجنة. كانت تقوم المسجد تنظف أماكن العبادة، فكل إنسان يتعامل برفق وبرحمة مع المكان الذي يعيش فيه، مع المكان الذي يقدم له الخدمات، كل ذلك عند الله عز وجل عظيم. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أصعب الظروف وفي الوقت الذي قد لا تكون بعده دنيا ولا حياة ولا بشر لإنسان أو حيوان، يبين لنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كيفية أن يكون الإنسان معمراً، أن يحافظ على بيئته، أن يعمرها حتى لو كان آخر يوم في الحياة. يقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة غرس، الإنسان الذي يستطيع أن يغرس المبادئ والقيم، أن يعمر القلوب وأن يعمر الأبدان وأن يعمر الأماكن، وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. هكذا ديننا الحنيف يعلمنا الحفاظ على الممتلكات، يعلمنا ديننا الحنيف أن الإسلام دين الكمال والجمال، دين الطهارة الحسية والمعنوية، دين النظافة والمبادئ والقيم. لذلك كانت الصلاة التي هي معراج الإنسان لربه كان لابد قبل الدخول فيها الطهارة، النظافة، كل ذلك عنوان للإسلام، وليس المقصود فقط الوضوء. طهارة الإنسان لابد أن ينفذ الإنسان ببصره وبصيرته إلى كيفية وقوفه بين يدي الله عز وجل. الإنسان الذي يحافظ على طهارته الحسية والمعنوية هو أيضا يحافظ على أماكن عبادته وأماكن خدماته وطرق الإنسان وكل الأماكن. أيها الأحبة الكرام، ننفذ بقلوبنا إلى الطهارة المعنوية، صفاء قلوبنا مع الحق سبحانه وتعالى. في صلاتنا معراج، يقف الإنسان بين يدي الله عز وجل وهو يمتثل حقيقة الأمر أنه يولي وجهه قبل الحق سبحانه وتعالى بين يديه، الجنة عن يمينه والنار عن يساره والصراط تحت قدميه، يركع ويسجد في خشوع وخضوع ويسلم في اطمئنان ولا يدري أقبلت صلاته أم لا. هو في صلاته ومعراجه طهارة حسية وطهارة معنوية. أيها الأحبة الكرام، أذكركم وأذكر نفسي بكثرة الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، فكثرة صلاتنا وسلامنا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تطهر القلوب وتعمر الفؤاد وتجعل الإنسان صفيا نقيا. طهر الله عز وجل قلوبنا ونقى الله عز وجل الظاهر والباطن. كل عام أنتم بخير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا جزيلا لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والذي تحدث هذه الكلمة الجامعة والشاملة التي استهلها فضيلته بالحديث عن حكمة خلق الإنسان في هذا الكون، وأن الله خلق الإنسان عن محبة كما أبان فضيلته، وخلق الله الإنسان لعمارة هذا الكون بعد عبادته سبحانه وتعالى، واستعمرنا فيها ربنا عز وجل، وجعل الله العلاقة بين الإنسان والكون علاقة مثالية.
وتطرق فضيلته إلى موضوعات شتى فيما يتعلق بأمر الحفاظ على البيئة ومقاصد الشريعة ودرء المفاسد والابتعاد عن الأذى والضرر، وأبان الأجر والثواب الذي يناله كل من يحافظ على هذه البيئة سواء في مؤسساتنا وفي دور عبادتنا وفي طرقنا وفي كل الأماكن التي نتعامل بها، فجزاه الله عنا خير الجزاء. وما زلنا معكم أيها الجمع الكريم في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما، وفي هذه الندوة المباركة التي تقيمها وزارة الأوقاف، وهذا تقليد رائع نثمنه ونقدره لهذه الوزارة المباركة التي تقدم أنشطة مختلفة ومتعددة تشهدها مساجد الجمهورية، وفي ذلك إحياء كبير لرسالة المسجد السامية. فالشكر موصول لوزارة الأوقاف على ما تقوم به نحو الإنسان ونحو المكان. الآن ننتقل إلى صاحب الفضيلة الشيخ أيمن منصور إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين ليحدثنا عن جوانب أخرى فيما يتعلق بأمر الحفاظ على البيئة. الحمد لله بارئ النسم وخالق الخلق من عدم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد العرب والعجم. آتاه الله جوامع الكلم وجبله على جميل الخصال والشيم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على رعايته الكريمة لهذا الملتقى الثقافي الديني، وأسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يوفقه إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما عن موضوعنا المحافظة على البيئة، واجب ديني ووطني وإنساني، فأقول وبالله التوفيق، إن الإسلام الحنيف دين تعاون وتكافل ودين تراحم وتعاطف ودين صالح لكل زمان ومكان ودين عالمي يدعو إلى المحافظة على هذه الأرض التي نعيش عليها وعدم الإسراف في مواردها التي أوجدها الله تبارك وتعالى عليها. ديننا يأمرنا أن نحافظ على البيئة التي نعيش فيها، فما المراد بالبيئة الطبيعية التي يجب المحافظة عليها؟ إن البيئة بتعريف مبسط تعني كل ما خلقه الله تبارك وتعالى على هذه الأرض لصالح الإنسان. هذا الهواء النقي الذي نستنشقه، وهذا الأكسجين الذي نتنفسه في كل لحظة من لحظات حياتنا، هذا الماء العذب الصافي
الذي نروي به ظمأنا ونسقي به زرعنا وغرسنا وأنعامنا ودوابنا. هذه المناطق الخضراء من الزروع والنباتات والأزهار والحدائق والأشجار، هذا البحر الذي يمتد ويمدنا بخيرات عظيمة، فنأكل منه لحما طريا ونستخرج منه حلية نلبسها. هذه الأنهار التي تجري في أرض الله سبحانه وتعالى، فالبيئة هي كل هذه الأشياء النافعة للإنسان والضرورية لحياته. والله تبارك وتعالى ذكر هذه الأشياء في كتابه وذكرنا بها، فقال سبحانه: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال سبحانه: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، إلى غير ذلك من الآيات القرآنية التي تحدثت عن خلق الله سبحانه وتعالى. لكن هناك مشكلة برزت للعالم، وهذه المشكلة تهدد الحياة على كوكبنا الأرضي، والتي تسمى باستنزاف البيئة، وتعني الإسراف في استخدام الموارد التي هيأها الله سبحانه وتعالى لنا. أيها الإخوة الكرام، ظهر الفساد في البر والبحر والجو بما كسبت أيدي الناس، والله تبارك وتعالى ذكر ذلك في كتابه، فقال سبحانه في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهل هناك حل في الإسلام لهذه المشكلة؟ إننا إذا أردنا أن نبحث عن حل لأي مشكلة لا بد من معرفة أسبابها، وإذا بحثنا فإننا سنجد أن المشكلة أو أن السبب لهذه المشكلة هو الإسراف. فالإنسان مثلاً أسرف في استخدام المواد الكيماوية فلوث الهواء والماء، أسرف في استعمال الماء فقل هذا الماء، أسرف في تقطيع الأشجار وإبادة الحدائق والغابات فانتشر ما يسمى بالتصحر. إذن السبب الرئيسي لهذه المشكلة هو الإسراف، بل إن الإسراف في مفهومه اللغوي ينطبق تماماً على المعنى الاصطلاحي للتلوث. علماء البيئة يعرفون التلوث بأنه وجود مادة أو طاقة في غير مكانها أو في غير زمانها أو بغير كميتها المناسبة، والإسراف هو مجاوزة الحد أو وضع الشيء في غير موضعه، فكلا التعريفين واحد. إذن التلوث هو الإسراف. أيها الإخوة الكرام، إن حل الإسلام لهذه المشكلة يتمثل في عدة أمور، منها
النهي عن الإسراف بكل أنواعه وأشكاله. قال سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال سبحانه: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ونهى رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء ولو كان الإنسان على نهر جار. ولو كان الإنسان على نهر جار فهو ممنوع من الإسراف في الماء. أيضا نهانا القرآن الكريم في آيات كثيرة، ونهانا رسولنا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن الإفساد في الأرض أو تلويثها. ومن ذلك أنه نهى عن التبول أو التغوط في الطرقات وفي الشوارع وفي الأماكن العامة التي يرتادها الناس ويجلسون فيها، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. الإنسان الذي يتبول أو يتغوط في طريق الناس أو تحت الشجرة التي يستظلون بها، هذا إنسان آثم بنص الشرع الحميد. كما نهى رسولنا صلى الله عليه وسلم عن إلقاء القاذورات والنفايات والمخلفات عند بيوت الناس أو في شوارعهم أو على قارعة الطريق أو وضعها في غير مكانها المناسب لها. ونحن جميعا نعلم قول الله تبارك وتعالى في سورة المسد: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. امرأة أبي لهب لعنه الله، التي كانت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضع الشوك في طريقه وتأتي بالقاذورات عند بيته صلى الله عليه وسلم وتتعاون مع زوجها الآثم على الإثم والعدوان وعلى أذية المسلمين، وهذا كله يناقض الإيمان ويخالف تعاليم هذا الدين. أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم عندما ودع جيش العسرة، عندما ودع الجيش الإسلامي في إحدى الغزوات، أوصاهم صلى الله عليه وسلم بوصايا عظيمة، فكان مما قال عليه الصلاة والسلام: لا تحرقوا نخلا ولا تقلعوا شجرة ولا تهدموا بيتا ولا تقتلوا امرأة ولا طفلا ولا صغيرا ولا كبيرا فانيا. انظروا إلى عظمة هذا الدين وإلى عظمة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس ويشجعهم على إظهار البيئة بمظهرها اللائق، ويوجههم إلى العناية بها لتظهر في أجمل مظهر وأحسن منظر. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان له صدقة. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم:
ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. انظروا إلى هذه الآيات القرآنية وإلى تلك الأحاديث النبوية الشريفة التي تحثنا على المحافظة على البيئة وعلى العناية بها. أيها الإخوة الكرام، أين نحن من هذه الآيات القرآنية ومن هذه الأحاديث النبوية التي تأمرنا بالمحافظة على البيئة ونحن نرى مثلاً مياه المجاري تجري في بعض الشوارع والتي تلوث البيئة وتلوث الأرض وتنجسها وتنشر العدوى والأمراض والجراثيم؟ أين نحن من هذه النصوص ونحن نرى مثلاً بعض الناس يلقون بالقاذورات على قارعة الطريق فأصبح هواؤنا ملوثاً وماؤنا ملوثاً ومناخنا ملوثاً وتزداد الحرارة من عام إلى عام بسبب فساد البيئة؟ نرى الأطعمة والفواكه والخضروات وقد لوثت بالأسمدة والمبيدات الزراعية التي يساء استخدامها، وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أيها الإخوة الكرام، إن ديننا الحنيف اهتم بالبيئة واعتنى بها وأعطى كل شيء حقه، فما أجمل هذا الدين لو كان له رجال يطبقونه ويقومون به. أيها الإخوة الكرام، علينا أن نعتني ببيئتنا وجمال مدننا وقرانا ونظافة شوارعنا وطرقاتنا وصلاح أوضاعنا، وألا يسبب بعضنا لبعض ضررا، وألا يؤذي أحدنا أخاه. فالقاعدة العظيمة التي بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: لا ضرر ولا ضرار. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما نافعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لصاحب الفضيلة الشيخ أيمن منصور، إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه، على هذه الكلمة التي تحدث فيها في جوانب مختلفة، عرفنا بمفهوم البيئة، والبيئة هي كل ما يحيط بالإنسان من حوله في هذا الكون، وأشار إلى بعض الحلول التي يقدمها الإسلام للمحافظة على البيئة، وأشار أيضا إلى بعض المظاهر التي يجب أن تبتعد عن مجتمعاتنا أو أن نبتعد عنها، وألا نسبب من خلالها ضررا لبيئتنا، وأشار إلى إشارات كثيرة تتعلق بدرء المفاسد والحفاظ على هذه البيئة من حولنا. ختاما لهذه الأمسية الطيبة المباركة، نستمع معا إلى هذه الابتهالات الدينية والأدعية التي يقدمها لنا المبتهل الشيخ عبد الله محمد محمود بدران. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا جاء الحبيب مبشرا ورسولا لولا طه الحبيب
الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي لم يدركه منا سابق ولا لاحق. بهذه الابتهالات التي قدمها لنا الشيخ عبد الله محمد بدران نأتي وإياكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية في هذا اليوم الطيب المبارك والتي قدمناها لحضراتكم في معيتكم وفي صحبتكم في مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بصحبة كوكبة من علمائنا وأساتذتنا. نتقدم لهم بخالص الشكر والتقدير فضيلة الأستاذ الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، فضيلة الدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور سعيد حامد مدير إدارة الدعوة، وفضيلة الشيخ أيمن منصور إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين. في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لوزارة الأوقاف ممثلة في وزيرها الإمام الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على ما يقدمه من جهد مشكور في خدمة الدعوة، دعوة الإسلام الوسطية وخدمة الإنسان والمكان. وما من موضوعات تقدمها وزارة الأوقاف في وقتنا الحالي إلا وترتبط ارتباطا وثيقا بحياتنا التي نعيشها ونحياها، فموضوع البيئة في غاية الأهمية يرتبط بنا ارتباطا وثيقا. وما أيضا تتابعونه مما سبق ومما سيأتي من موضوعات سوف ترون أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بحياتكم. حقق الله لكم الخير والسعادة في هذه الأيام المباركة التي ينتهي فيها عام قمري، ونستقبل من خلالها عاما قمريا جديدا بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير على مصرنا وأمتنا العربية والإسلامية بل وعلى العالم كله. طبتم وطاب منشاكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.